ايه اللي قاله حمد ابراهيم المدير الفني للنادي الاسماعيلي بعد هزيمة الفريق امس امام الجون؟ هل يتم ايقاف القيد من جديد لنادي الزمالك؟ عودة المصابين للنادي الاهلي قبل مواجهة سان داونز؟ لو لسه ما عملت سبسكرايب في الشانل ياريت تشرفني وتعمل، وياريت تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو وتعمل له شير كمان عشان تكون اول واحد يوصله دايما كل الجديد بتاعنا باذن الله. بعد هزيمة النادي الاسماعيلي من الجونة في الاسبوع العاشر من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، واصل الفريق الاول النادي الاسماعيلي تدريباته اليوم الخميس بلا توقف. لعيبة اللي لعبت في مباراة الامس في مباراة الجونة عملوا تدريبات استشفائية وباقي اللاعبين قاموا بتدريبات طبيعية جدا. الفريق بيستعد باذن الله للمباراة القادمة في الاسبوع الـ11 من الدوري المصري لكرة القدم امام مصر المقاصة يوم الثلاثاء القادم باذن الله على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة. كابتن حمد ابراهيم المدير الفني الجديد للنادي الاسماعيلي عقد جلسة خاصة مع رباعي الفريق الكبير عبد الرحمن مجدي واحمد مدبولي وباهر المحمدي ومحمود عبد العاطي دونجا. دي ضمن جلسات بيعملها المدير الفني جلسات متتاليه مع لاعبي الفريق لحثهم على بذل المزيد من الجهد وتحسين النتائج في الفتره القادمه لارضاء الجماهير العاشقه لفريقها في كل مكان. حمد ابراهيم ايضا عقد جلسه خاصه مع جميع لاعبي الفريق، شرح فيهم الاخطاء اللي هم وقعوا فيهم في مباراه الجونه وحثهم على بذل المزيد من الجهد في المباراه القادمه التي لا تقبل القسمة على 2. نادي الاسماعيلي بيحتل حتى الان المركز الـ17 بالتساوي مع استن كامباني في المركز الـ18 اللي عندهم هم الاثنين 3 نقاط. احرز لاعبي الاسماعيلي 3 اهداف من بدايه الدوري ودخل مرمى 14 هدف. وطبعا مش مطالب ان انا اقول ان دي اسوأ انطلاقه في تاريخ النادي الاسماعيلي، ولا عايز اقول زي كل مره ان المباراه الجايه مباراه مصيريه للنادي الاسماعيلي، لا مش هقول كده المره دي. المباراه غير مصيريه، مباراه طبيعيه جدا يا لعيبه النادي الاسماعيلي، والنادي الاسماعيلي ممكن يفقد فيهم الـ3 نقاط عادي جدا، اهو يمكن نكسب المره دي. زي ما قلنا في الفيديو بتاع امس، الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي محتاج الدعم فقط لا غير. ليه؟ لان احنا ما قدمناش اي فتره قيد جديده نقدر نضم فيها لعيبه بدل اللعيبه الموجوده، وبالتالي اللعيبه دي هي اللي هتكون موجوده مع النادي الاسماعيلي حتى نهايه الموسم. الكومنتات بتاعت الناس اغلبها اتفقت مع وجهه نظري ان احنا يجب ان احنا ندعم لعيبه النادي الاسماعيلي وجهازه الفني الفتره الجايه. اي نعم في ناس ما كانتش راضيه عن الجهاز الفني، لكن انا متاكد 1000000% ان عدم رضاهم عن الجهاز الفني وعن لعيبه الفريق نابع عن حبهم للدراويش وعن عدم رضاهم في الوضع اللي النادي الاسماعيلي موجود فيه الغير مقبول تماما لجماهير النادي الاسماعيلي في كل مكان. لكن بعيد وبكرر وبقول، هل مهاجمتنا للجهاز الفني او للاعبي الفريق هيؤدي لتحسين الوضع؟ لا، يبقى احنا نعمل اللي علينا حتى اخر نفس، وباذن الله النادي الاسماعيلي يرجع احسن من الاول. اخر مباريات مصر المقاصة لعبها قصاد النادي الاهلي وخسر برباعية نظيفة. طبعا نادي مصر المقاصة غير نادي مصر المقاصة في السنوات اللي فاتت، الفريق استغنى عن كامل قوامه اللي احنا عارفينه تقريبا وبيلعب بلعيبة مغمورة ولعيبة صغيرة في السن، لكن رغم كده يجب عدم الاستهوان بالمباراة لان الفريق بيبقى خطير ويبقى وجود بعض العناصر الهجومية اللي بتقدر تعمل الفارق لفريق مصر المقاصة. خالص التوفيق باذن الله للدرويش في المباراة القادمة، وباذن الله انا واثق المرة دي باذن الله ان الفريق هيرجع بالـ3 نقاط. الاهلي والزمالك بيستعدوا باذن الله يوم السبت القادم لمواجهتين افريقيتين في دوري ابطال افريقيا. المواجهتين هيكونوا ان شاء الله الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. النادي الاهلي هيلاعب سان داونز الجنوب افريقي بالقاهرة، ونادي الزمالك هيواجه نادي الوداد المغربي بالمغرب. النادي الاهلي لعب مباراة واحدة بس في مجموعته علشان وجوده في كأس العالم للاندية اتأجلت اول مبارياته، وبالتالي النادي الاهلي لعب مباراة واحدة بس قدام الهلال السوداني في السودان وانتهت المباراة بالتعادل السلبي. سان داونز مواجهه الاهم والاقوى في المجموعة بتاعته، منافس الاقوى للنادي الاهلي في قارة افريقيا دلوقتي، بالاضافة لنادي الزمالك لعب ماتشين، فاز في المباراة الاولى على الهلال السوداني وتعادل في المباراة الثانية امام المريخ السوداني، وبالتالي سان داونز بيدخل المباراة وهو عنده 4 نقاط. المدير الفني الجنوب افريقي لسان داونز تحدث عن لاعبي النادي الاهلي بشكل مطول، لكن ابرز تعليق للمدير الفني لنادي سان داونز ان هو بعد ما شاف مباراه مصر المقاصه اللي انتهت بفوز النادي الاهلي برباعيه نظيفه وادى فيها النادي الاهلي اداء اكثر من ممتاز، اتكلم وقال ان النادي الاهلي ما لعبش في المباراه دي في الباك رايت باكرم توفيق،
بيقول ان هو قيل له ان اكرم توفيق مصاب، لكن الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل في المباراه. الراجل واضح جدا ان هو متابع النادي الاهلي بشكل كويس قوي، وقال ان هو كان متابعه في كاس العالم للانديه، وقال ان النادي الاهلي بيقدر يغير طريقته من 3 ورا بيخليهم 2 او بيزود واحد في نص الملعب بكل اريحيه وبكل سهوله. تحدث ايضا عن ايمن اشرف وعن اليو ديانج وعن علي معلول وعن الثنائي الهجومي محمد شريف والبديل بتاعه حسام حسن. يعني واضح ان الراجل متابع جدا كويس قوي النادي الاهلي وداخل المباراه بكل جديه. الاهلي اعلن قائمته استعدادا لمباراه سان داونز الجنوب افريقي اللي شهدت تواجد او عوده نجمه الجنوب افريقي بيرسي تاو اللي كان غايب لفتره طويله سابقه بسبب الاصابه. من المتوقع باذن الله وجود بيرسي تاو في تشكيله النادي الاهلي الاساسيه ان لم يجد جديد. ومن ناحية أخرى نادي الزمالك بيستعد لمواجهة الوداد المغربي بعد ما حقق نادي الزمالك في أول مباراتين التعادل مع بيترو أتلتيكو الأنجولي اللي وصل رصيده من النقاط لأربع نقاط، وتعادل نادي الزمالك أيضا مع ساجرادا الأنجولي في أنجولا، وبالتالي نادي الزمالك عنده نقطتين فقط لا غير، وبيدخل في مواجهة مهمة جدا ومصيرية أمام نادي الوداد المغربي اللي بيملك من النقاط 3 نقاط. نادي الزمالك بيستعد بكل قوة للمباراة. عضو مجلس الإدارة أحمد مرتضى منصور تحدث وقال إن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيتابع الفريق بكل جدية وكل ثقة بإذن الله في رجالة نادي الزمالك إن هم هيقدروا يحققوا 3 نقاط. لكن في قضية أثيرت في الساعات الماضية، قضية مهمة جدا تتعلق بوقف قيد نادي الزمالك من جديد. هل سيتم إيقاف القيد لنادي الزمالك من جديد بعد ما تم إيقاف القيد قبل كده ليه فترتين متتاليتين، فترة انتقالات صيفية وفترة الانتقالات الشتوية الماضية؟ لا، الزمالك حتى الآن لن يتم إيقاف قيده، ولكن على شرط مهم جدا. القصة باختصار إن نادي الزمالك عليه غرامتين مهمين جدا هما اللي ممكن يعملوا مشكلة لنادي الزمالك الفترة الجاية. الغرامة الأولى غرامة بتخص محمود عبد الرازق شيكابالا ونادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، والغرامة الثانية الغرامة الغريبة جدا اللي بتخص لاعب الفريق السابق محمد إبراهيم ونادي مارتيمو البرتغالي. القصة طبعا الناس اتكلمت عنها كتير ومعروفة لكل ان شيكابالا كان رجع نادي الزمالك ونادي الزمالك ما دفعش فلوس عودته لنادي سبورتنج شبونة، وفي نفس الوقت محمد ابراهيم كان رجع من نادي مارتيمو وكان في شرط جزائي لو محمد ابراهيم اتنقل من نادي الزمالك لاي نادي تاني نادي الزمالك يدفع فلوس معينة. قصة كده غريبة بتاعت محمد ابراهيم محدش فاهمها لغاية دلوقتي، او محدش فاهم هي ليه اتعملت لغاية دلوقتي. المهم الغرامتين دول حتى الان نادي الزمالك ما دفعهمش. الموقف دلوقتي بيقول ان نادي الزمالك لو ما دفعش الغرامتين دول حتى فترة الانتقالات القادمة اللي هي فترة الانتقالات الصيفية القادمة بإذن الله سيتم إيقاف القيد لنادي الزمالك من جديد، أو لن يستطيع نادي الزمالك من قيد أي لاعب جديد إلا بعد دفع الغرامتين دول، وده لأن الناديين ببساطة رفضوا اي مصالحة في الغرامتين دول او رفضوا تقسيطهم باي حال من الاحوال. مصدر داخل نادي الزمالك قال ان النادي عليه ان هو يدفع بشكل طبيعي الغرامتين دول تحسبا لاي غرامات او اي عقوبات ممكن تقع على نادي الزمالك، وفي نفس الوقت طمئن جماهير نادي الزمالك ان الفلوس باذن الله هتدفع في ميعادها في الناديين البرتغاليين، ولا مشكلة خالص باذن الله في موضوع توفر السيولة المادية عشان الغرامتين دول. زي ما قلت لحضراتكم عقوبة محمد ابراهيم لنادي مارتيمو البرتغالي بتصل ليه 1,000,000 دولار، وعقوبة شيكابالا بنادي سبورتنج لشبونة بتصل ليه 800,000 دولار، ده بالاضافة لنسبة الفوائد المقررة على النادي علشان نادي الزمالك تأخر في دفع الغرامتين. طبعا زي ما قلت لحضراتكم نادي الزمالك كان موقوف ليه فترتين قيد قبل كده علشان مشكلة حسام اشرف الغريبة جدا برضو اللي كان وقع لأحد الأكاديميات الكاميرونية لتسويقه لأوروبا، لكن رجع لنادي الزمالك وفوجئ العالم كله والله مش مصر بس ان نادي الزمالك عليه عقوبة لصالح احد الاكاديميات الكاميرونية. للأسف الشديد نادي الزمالك هو اللي عوقب في الاخر بوقف فترتين قيد في فترة هي اصعب فترات نادي الزمالك عبر تاريخه الطويل. لو لسه ما عملتش سبسكرايب في الشانل يا ريت تشرفني وتعمل، ويا ريت تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان تكون اول واحد يوصله دايما كل الجديد بتاعنا بإذن الله. شكرا ليكم، سلام عليكم.